علاش جيتي باش تبرر؟ انا احنا معكم مباشره من مركز تحقن الدم، المركز الجهوي لتحقن الدم بمدينه الدار البيضاء. كما كتلاحظوا الى لاحظتوا ديجا بروبورتاج بانه عندنا واحد الانتعاشه في المتبرعين حاليا مع هذه الحملات ديال التحسيس اللي كنحفزوا بهم الناس، وما كرهناش العديد المزيد من المتبرعين يتوافدوا علينا. الى لاحظتوا انه بالنسبه للمتبرعين اللي كاينين باقين اسره خاويين اللي كنشدوا من المواطنين باش يجيو يساندوا ويتبرعوا بالدم ديالهم للمرضى اللي محتاجين لها الماده الحيويه اللي ما كتباع ما كتشرى. كما سبق وشرنا ليه في عديد من الروبورتاجات بانه هذا المركز الجهوي ديال جهه الدار البيضاء اسطات كيشتغل مع الجهه كامله، والجهه ديال الدار البيضاء اسطات كبيره بزاف، فيها واحد العدد ديال الوحدات الاستشفائيه والمستشفيات العموميه بكثره اللي كتزايد مع النمو الديموغرافي. انه هذا المركز ما بقاش كيقدر يلبي الطلبات ديال هذوك المصحات كاملين ودوك المستشفيات. كتجينا تقريبا واحد 400 حتى 500 حتى 600 طلب في النهار، في حين كيجيونا 200 ولا 250 متبرع في الايامات العاديه. مع الظروف ديال الحاليه ديال الحجر اللي كانت والخروج من الحجر تدريجيا، ولاو كيجيونا متبرعين، ولكن باقي ديك الظروف الاحترازيه اللي كنشتغلوا بها كتفرض علينا واحد المسافه ديال التباعد اللي ما كيمكنناش نتجاوزوها، وواحد الوتيره باش كنشتغلوا كيكون فيها واحد التاخير، كيكون واحد التاخير شي شويه، كيوقع واحد شويه ديال الاكتظاظ في قاعه الانتظار. هذا راجع لهذه المسافه اللي كنشتغلوا بها، حيت ما كنقدروش ندوزوا واحد العدد كبير من المتبرعين في دقه واحده، هذا الشيء حفاظا على الصحه ديالهم. مع الاشاره انه كاين مكتب الطبيب، الى لاحظتوا راه شفتوه في الروبورتاج، مكتب الطبيب كاين طبيب كيدير واحد الانتقاء للمتبرعين، كيعطينا شكون المتبرع اللي يمكن له يتبرع بالدم واللي ما يمكنلوش يتبرع. اللي كيتبرع اللي كيمكن يتبرع راه كيدوز للقاعه ديال التبرع، اللي ما كيمكنش يتبرع على حسب الظروف ديالو راه ممكن يتبرع من بعد على حسب الموانع اللي عنده، واش موانع على طول مثلا دائما، او لا غير موانع اللي كيمكن تدوز، مثلا كان عنده علاج على السنان ولا كان عند دونتيست، راه كاين واحد المده معينه واحد المده محدده اللي ما يمكنش يتبرع ومن بعد يمكن يتبرع. والرساله اللي كنبغي نوجه للناس كاملين، يالله يجازيكم بخير، الدم راه واحد الماده حيويه، ما كيتصنع ما كيتباع ما كيتشرى، حنا كاملين كنقولوها، حنا كاملين كنقولوها، ولكن راه الا ما عطاش الانسان الخو الانسان راه ما كاينش منين يجيبو. راه هذا الشيء حنايا حنا مركز تحقن الدم، هاد الاطر وهاد الموظفين حنا همزه وصل ما بيناتكم انتوما اللي كتبرعوا بالدم وما بين هذاك المريض اللي كاين في المستشفى او لا في المصحه اللي كيتسنى داك الكيس ديال الدم، داك الكيس الامن. وحاجه اخرى هي انه الشروط باش الاليات باش كنشتغلوا، راني اكسبري وريتهم لكم في الروبورتاج. الكيس احادي الاستعمال كيتستعمل نوبه وحده ومن بعد كيتلاح. الابره او الحقنه اللي كنسميوها الابره بالدارجه، الابره راه كتلاح حتى هي كتمشي للحريق، وكاع المخلفات ديال هذا التبرع راه كيمشيو للشركه اللي مكلفه بالحريق ديال هذه المواد هذه. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، ومزيدا من التبرع والله يجازيكم بخير، ما تبخلوش على المرضى، وشكرا لكم وشكرا لشوف تيفي.